مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن يطرأ انخفاض قليل وتدريجي على درجات الحرارة، والأجواء بشكل عام حارة نسبيا إلى حارة، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها. أيضا هناك سحب رعدية متوقعة في المناطق الشرقية من المملكة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية التي تمثل درجات الحرارة. نلاحظ أن اللون الخملي هو يمثل درجات الحرارة الأشد حرارة، واللون الأحمر أقل درجات حرارة. هذا اللون الأحمر يقترب تدريجيا من المملكة، وبالتالي يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة، لكن الانخفاض بيكون تقريبا واضح بعد يوم الاثنين بإذن الله ويوم الثلاثاء. تنخفض درجات الحرارة لتقترب حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة درجات حرارة صغرى أعلى من معدلاتها، وبالتالي فإن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عمان 23 درجة مئوي. الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يومي الأحد والاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، أجواء حارة نسبيا إلى حارة، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين درجة إلى 3 درجات، والعظمى المتوقعة يومي الأحد والاثنين بحدود 31 إلى 34 درجة مئوي، والصغرى بحدود 22-23. الثلاثاء انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة تقترب من معدلاتها، أجواء صيفية عادية يوم الثلاثاء والأربعاء، وبتكون العظمى يوم الثلاثاء بحدود 30 إلى 32 درجة، والصغرى بحدود 21 درجة مئوي. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق الشمالية: إربد 32-22، عجلون 31-20، جرش 34-22، المفرق أجواء حارة إلى حارة نسبيا في جرش والمفرق، المفرق 35 إلى 20 درجة مئوية. المناطق الوسطى أجواء حارة نسبيا إلى حارة، البلقاء 31-23، مأدبة 31-23، عمان بين 31 إلى 34 أجواء حارة نسبيا، البحر الميت أجواء حارة، العظمى المتوقعة 40 والصغرى 30، الزرقاء أجواء حارة نسبيا إلى حارة، العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية. المناطق الجنوبية أجواء تقريبا حارة نسبيا، الكرك 32-23، الطفيلي 31-23، الشراه 29-20، العقبي أجواء حارة، العظمى 40 والصغرى 31، إمعان أجواء حارة نسبيا إلى حارة 36 إلى 24 درجة مئوية. والمنطقة الشرقية من المملكة أجواء حارة، الصفاوي والأزرق 39 إلى 24، أرويشد أجواء شديدة الحرارة، العظمى المتوقعة 42 والصغرى 25 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، ونترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.